كتابات وتأليفات المجتهد الأكبر كما سماه الشيخ محمد جواد مغنية، السيد محسن الأمين العاملي الناظر إلى تأليفاته، يلحظ أنها تنوعت من حيث المواضيع، فقد كتب في التراجم، كتب في التاريخ، كتب في سيرة أهل البيت، كتب في الفقه، كتب في الأصول، كتب في العقائد والمسائل الخلافية، وكتب في النحو والبلاغة والصرف، فيما مجموعه 80 عنوانا من الكتب. بعض هذه الكتب مثل أعيان الشيعة يصل بحسب إحدى الطبعات إلى 50 مجلدا، 80 عنوان في مواضيع مختلفة من العلم. أحد هذه المواضيع وهو التراجم أعيان الشيعة، هذا الكتاب يقع في 50 مجلدا. لو اكتفى إنسان بهذا المقدار من التأليف يمكن القول أنه استوعب حياته. كتابة 80 عنوان، بعض العناوين من 6 مجلدات، بعضها من 5، بعضها من 3، بعضها من أكثر أو أقل، ومثل هذا الكتاب من 50 مجلدا. تتبع في هذا الكتاب وهو نموذج يعرب عن موسوعية وإحاطة كانت لدى هذا العالم الجليل، تتبع فيه فكرة كانت لديه، وهي أنه كان يعتقد أن أعيان المسلمين وشخصياتهم المهمة كانوا من شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم، في مقابل من يقول أن الشيعة فئة صغيرة لا أثر لها ولا وجود لها ولا شخصيات عندها وليس لها تاريخ مهم. هو جاء بهذه الفكرة أن أهم شخصيات المسلمين من صحابة رسول الله، الفئة الأبرز الأكثر تضحية الأكثر جهاد الأسرع سبق إلى الإسلام، إلى تابعي الصحابة الطبقة الثانية، إلى تابعي التابعين، إلى من بعدهم من الشعراء والأدباء والمؤلفين والوجهاء في المجتمع والزعماء. في رأيه أن أعيان المسلمين، أن الشخصيات البارزة في تاريخ الأمة كان لها تشيع لأهل البيت عليهم السلام. فالشيعة مو فرد فرقة أو فئة ما إلها تاريخ ومنقطعة من شجرة، لا، وإنما أعيان المسلمين شخصياتهم البارزة، كتابهم، شعراؤهم، أدباؤهم، هم ممن يتشيع لأهل البيت عليهم السلام. وراح اتبع وراء هذه الفكرة في المكتبات البعيدة والقريبة، وجمع الأسماء
ورتبها وحقق في تواريخها، والإنصاف أن هذا الجهد الذي بذله في كتاب أعيان الشيعة جهد عظيم جدا. أنا منذ أكثر من 20 سنة أراجع هذا الكتاب أعيان الشيعة وأشعر فيه بالفائدة الكبيرة والقدرة العالية لمؤلفه في مختلف المجالات. كان يريد أن يقول أن أهم شخصيات الإسلام هم نفسهم شخصيات الشيعة، حتى من باب الطرفة كان أحدهم يقول له: أشوف سيدنا أنت جايب كل هؤلاء سويتهم شيعة، جبت أيضا النبي محمد وخليته من الشيعة، ليش ما سويت الله من الشيعة أيضا؟ فأجابه بنفس الطرافة، قال: أنا مو غايبة عني هذه الفكرة، ولكن كتابنا يترجم للأموات، لولا أن الله حي كان خليناه أيضا في هذا الكتاب باعتباره داخل في هذا المضمون. زين، فالشاهد أنه كان يعتقد أن أهم شخصيات الإسلام هي نفسها شخصيات شيعة أهل البيت سلام الله عليهم.